نعم، عاود رجعنا للنقطة هذه نتاع بوتفليقة. بوتفليقة انا ما يهمنيش جابوه مع الاول هو على زروال. زروال يا اخي ما حبش يسني هذيك لاتيرال اني لاتيرال. اسك عندك المعلومه هذه؟ نتاع واش؟ الصراط هدنه من جهه واحده عندما كان اسماعيل العماري الله يرحمه يفوض مع مدني مزرب ها يا اخي داروا اون تريف. ها صحيح. ايه زروال على ما سنياش لاتيرال هذيك. صار زروال ما حبش يسني الهدنة من هو وسماها اللي كان بوتفليقة. رئيس في هذاك الوقت؟ زروال لا انا اللي كنت رئيس ولا ترف بها تولي قانون او لازم يسنيها الرئيس. ها ولكن كاين ناس اللي ولا يقولوا، نبقاو احنا دائما نغموا ونديروا هاو في الحراك دوك النهار كان يجمع يقولوا صبرني صبرني، واحد نقطة مقترح مهمة. صبرني يا ابراهيمي والاخر يقول أستاذ بن نقترح شريفة، زروال والاخر يقول اصبرني نقترح. يا الأستاذ بن شريفة، صبرني قبل ما نروحوا للحراك. خلينا في النقطة ها هذه. أنت دركا راك جبت لي نقطة مهمة باش نوضحوا الأمور برك. أنت دركا ايه راك قلت لي باللي زروال هو رفض باش يسني القانون نتاع الهدنة وسنياه بوتفليقة، هكذا. سني بوتفليقة أنا المعلومات اللي ودار عندي، به ما يسمى الوئام. اسمح لي، أنا المعلومات اللي عندي هو أنه خلاه له كادو. كيفاه؟ هذا المعلومات اللي عندي، خلاه كادو لبوتفليقة على جال باش هو يعاود يسترجع به نوع ما من كانش منها الشرعية. هذه. اسمع هاي اسمع، كاين واحد الفرخ بكري يعيطوا له بيبيت، ما تفهمها مليح، هذا يعيطوا له بيبيت موخد روحه في الخريف ما كان والو، هو يجي يسكن لهنا في التل، في الربيع كيعود الشعير يسبل هو يروح للصحراء، كي طيب التمر هو يجي للتل ما يلقى والو. هادو سمو حكيها البيبيت، بيبيت مخد روحو. أستاذ بن شريف اسمح لي برك، صح اسمع أن ونزيد نقول المعلومة، لك حاجة، صح أن أنا المعلومة كانت هذه برك. مدام محجوب الكلبية الله يرحمها ها ربي وكان يرحمها. راجلها حميدو، ها كيبتات القضية تاع الهدنة، ها وأنا زروال كي طلع رئيس ويحي رئيس حكومة يكرهوني أنا نحاولي البي أن إس ديك ستروت صدور. علاه؟ أنا كنت مترشح للانتخابات الرئاسية تاع 95 وجا واحد من لي زادجوان تاعي كان في السيانتي دبر عليه ويحيى هذا اللي في السجن درك، قال له روح للتلفزيون وقول حنا المرشح تاعنا هو زروال وحنا رانا كونتر بن شريف. راح السيد هذاك كي طردوه الحزب في الكونغري وطردوه الوزارة تاع الداخلية بعتت برقية في الفوت تاع 97 قالت طالب الشريف هو رئيس الحزب تاع البي ان اس دي. شفت كيف وزارة الداخلية ولات تعين رؤساء الأحزاب؟ هذه هي اللي نقول أنا لازمنا نحميو الدولة والمؤسسات تاعها من تعس في السلطة.